لوحات فنية راقصة شارك فيها الأطفال بحماس وفرح، وأنشطة تفاعلية كانت بسمة الطفل فيها سيدة المشهد. هو الهدف الذي سعت إليه جمعية الأسرة الخيرية في اليوم العالمي للأيتام في حفل كرمت خلاله عددا من الأطفال الذين ترعاهم. نقدم شيء حلو لهالأطفال والأبناء الأيتام. نحن كثير طبعا كلياتنا نشكر كل من ساهم وكل من شارك بهالمناسبة الحلوة وقدم مساعدات وقدم إعانات من برا على ومن جوا وكل الدائر وكل الناس. نحن مبسوطين كثير إنه في كثير قلوب دايرة لهال يعني دايرة وحابة إنه تدعم هالأيتام هدول. هذا اليوم هو يوم فرح ويوم لقاء مع الأحبة، أحبة الله وحبال الرحمة مع الله سبحانه وتعالى. نتمنى من الله أن يوفقنا وأن يجعل الآخرين تقف إلى جانبنا وإلى جانب كل جمعية تسعى في مجال عمل الخير باتجاه الأيتام والأرامل. اهتمامات جمعيتنا من بدايتها الأسرة والأيتام، لذلك حبينا نحتفل باليوم العالمي لليتيم بهذا الحفل ونشاركهم أفراحا ونعطيهم بعض الهدايا ونعطيهم أمل في الحياة لقدام وكلهم ينجوا موجودين. كنا بهذه المبادرة لدعم الأطفال الأيتام وشان نشجعهم ونقويهم. أكثر من 100 طفل تشاركوا الأنشطة التفاعلية ليكون ختام الحفل بتكريم عدد من الأطفال وتقديم الهدايا لتكون لمسة دفء تحتضنهم. أغنيتي للطفل والطفولة لضحكة البراءة الفتولة لصبية الهدى في الصف.